شكرا جزيلا أمنية على هذه المقدمة. السيد الرئيس روبنسون، سعد السفير أيمن ثروت، الحضور الكريم. نعم، استمتعت بالنقاش الذي دار إلى حد أنني بالفعل أريد أن أغير النقاط التي كنت أفكر في إثارتها خلال كلمتي هذه، لكن الأمر مستحيل. اسمحوا لي أن أشارككم بعض التأملات بشأن ما قيل. نعم، أثمن الأسئلة وأثمن كذلك الأجوبة على الأسئلة، التوقعات، ما ينبغي تحقيقه، وذلك لكي ننجز ونحقق إذن تحولا محوريا مثل وصول الرجل إلى القمر. نعم، لدينا معرفة وبحوث أكثر مما كان عليه الأمر أيام الرئيس كينيدي، أي خلال ستينيات القرن الماضي، لكن ثمة أمر نفتقر إليه، أي كما قال أمين عام الأمم المتحدة، نحن نفتقر إلى الثقة. هنالك عجز على مستوى الثقة بسبب الريادة، وحيث أننا لابد أن نستثمر في تغيير السلوكيات. نعم، الموارد المالية قيد، لكن العلوم متوافرة، لكنه لا يتم تشاطر العلوم. لكن ما الذي يمكن أن ييسر الطريق إلى العمل المناخي هو التنفيذ الفاعل لكل التدابير المتفق عليها، وهنا الجواب هو سد الثغرة الكبيرة، كما هو الحال بالنسبة للثغرة المالية، وأعني بذلك الثغرة الكبيرة هي الثغرة المتعلقة بالسلوكيات. تحاورت ونيجل قبل ساعتين ونيف، وقلنا بأن هو ما ينبغي أن يتحقق هو أن نبين إذن ما هو مجحف وما هي التدابير العادلة، وكنا نتحدث عن وضع المناخ على صعيد عالمي، وتحدثنا عن كل الوعود التي لم يتم الوفاء بها. نعم، الطريق أمامنا ما زال طويلا، لكن يسعدنا نقول بأنه نجح، جدت تطورات إيجابية، وثمة مؤشرات خلال الأسبوعين الأخيرين هنا في شرم الشيخ، مؤشرات إيجابية، وبدعم الأمانة وشراكة مراكش ومجموعة العمل المناخي ومناصر العمل المناخي، أحرزنا تقدما على أكثر من جبهة. إذا تقديم كل هذه الأمور سيستغرق الوقت الطويل، فثمة إذا ملخص يمكن الاطلاع عليه من خلال الكتيبات وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني، لكن اسمحوا لي أن أحدثكم عما أنجز وكيف لنا أن ننجز في المستقبل المنظور. للمرة الأولى في هذا المؤتمر جعلنا الشباب في صميم العمل المناخي من خلال إطلاق جناح الشباب، لكن قبل ذلك رئاسة المؤتمر اتخذت قرارا جيدا، أعني بذلك تعيين أول مبعوث للشباب. أين أمنية؟ اختفت أمنية؟ لا، كلا، ها هي. وكان بالفعل اختيار سديد، ومصر هي التي قدمت هذه الفكرة، وأعتقد أنها هو سيتم احتداؤنا في المستقبل. نعم، الشباب لهم شكاوى وكذلك حلول، هذا إضافة إلى الأطفال من خلال فريق المناصرين وكذلك فريق الرئاسة، حيث توجهت دعوة لسبع أطفال من مناطق مختلفة من العالم، والغديد منهم كان، بل ربما كلهم كانوا مصدر إلهام، فهم حضروا بأفكار، بحلول لبلورة المعرفة، التطبيقات الإلكترونية، البرامج الإلكترونية، العمل سويا من أجل تطوير مزيد من التطبيقات. إذن بعض القضايا العملية والتي كان مصدر قلق لا سيما في المناطق المحرومة. للمرة الأولى وفي هذا المؤتمر وبشراكة وطيدة ورئاسة المؤتمر وبعنوان العمل أو الدعوة إلى العمل التنفيذ، وجعلنا التكيف كذلك في
واجهة وفي طبيعة العمل. هذا البرنامج برامج التكيف يشمل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، وذلك لتنفيذ النتائج 30 وكذلك منظومات التأثير الخمسة، المحيطات، الأنهار، المستوطنات البشرية، الهياكل التحتية، الحلول الممكنة للتخطيط للأغذية والتمويل. إذن هذا الجدول جدول أعمال جدول متين، وذلك للتركيز على التكيف في على المدى القصير وبالتعاون ورئاسة المؤتمر. نحن نتوقع إذن تدابير ستنفذ انطلاقا من الأسبوع القادم مع تحديد مجالات العمل ومع كذلك وضع سلم الأولويات لهذه المشاريع مع رفع تقرير بشأنها. وللمرة الأولى في هذا المؤتمر وضعنا إذن مجموعة من المشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، أقول قابلة للتمويل لأن بالفعل نحن في حاجة للمساعدة المالية، نحن بالفعل نتحمل ديون لا سابق لها، ولذلك فنحن في حاجة لمواصلة حشد التمويل الخاص والعام للتوصل إلى حلول مواتية للمناخ. نعم نحن حتما لابد وأن وصل التركيز على التكيف وتعزيز القدرة على الصمود، هذان موضوعان أساسيان ينبغي تغطيتهما من خلال تحسين القواعد المالية، تصميم المشاريع، تصميم الحوافز وكذلك إقامة الشركات. التقرير الجديد الصادر عنا يشير أيضا ما هو إلى ما نحتاج إليه لتحويل التدفقات المالية إلى مبادرات ملموسة. أنا مسرور من المبادرات مع اللجان الإقليمية في الأمم المتحدة ومع صديقي ماركوني، لأنه طرح سؤالا مهما، التمويل موجود ولكن ما هي المشاريع قيد التنفيذ؟ إذن أصبح لدينا لائحة من المشاريع القابلة للتنفيذ، عرضنا عددا منها من خلال اجتماعات هنا في مؤتمر الأطراف، ودعونا إلى مزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص ذات الأثر على المجتمعات المحلية. هذا التحول نريده تحولا عادلا في مجال الطاقة. وضعنا أفريقيا في صلب مؤتمر الأطراف، وأنا أنوه بجهود القادة الأفارقة خصوصا على ما عندما أعلنوا أنهم يريدون لمؤتمر الأطراف من أجل التنفيذ أن يكون مؤتمر أطراف أيضا لخدمة أفريقيا، ولذلك كان التركيز على التنفيذ وعلى الدفع بجدول أعمال التنفيذ. مجالات محددة أنجزت في هذا المجال، وأنا أفتخر بما تحقق، ويسرني أن أرى معنا رئيس سلطة تنظيم الخدمات المالية موجود هنا. فقد تم تأسيس أول سوق أفريقية للكربون من خلال تحالف الطاقة العالمي وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وشركاء من الهيئات التنظيمية للخدمات المالية والشركات. وقد شارك في اجتماع حول هذه المبادرة 4 رؤساء دول ومجموعة من الوزراء. مبادرة إدارة المخاطر لأفريقيا أصبحت تضم حاليا أكثر من 40 مليار دولار، وهذه المرة الأولى التي نرى فيها هذا المستوى العالي من الالتزامات، وهي ستعود بالنفع بالتأكيد على أفريقيا. ونحن نعمل على بناء قاعدة بيانات نستعملها وخصوصا في مجال منظومات الإنذار المبكر التي دفعت بها منظومة الأمم المتحدة بعد دعوة وجهها أمين عام الأمم المتحدة في هذا المجال. بالنسبة إلى المبادرات المحلية
المحلية. أطلقنا جملة من المبادرات المحلية غير المسبوقة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونأمل راجين أن تستنسخ على المستوى الإقليمي وفي مؤتمرات الأطراف المقبلة. أنا ونايجل وأعضاء الفريق ومارك كارني عملنا على هذا الموضوع، وهذا السؤال طرح علينا من قبل مزارع من دلتا النيل في مصر. سأل ما الذي يعود علينا بالنفع من العمل المناخي، وبالتالي يسرني أن يكون لدينا مبادرة ضمت محافظي الأقاليم ورؤساء البلديات وغيرهم و 6281 مشروعا كانوا جزءا من هذه المبادرة. رأينا بعض المشاريع التي فازت بالتمويل، وكان ذلك بمثابة رسالة كلها أمل لنا جميعا. المصطلحات المستعملة كانت مبسطة، والهدف في نهاية المطاف هو أن يكون لدينا مشاريع في مجال إعادة التدوير، التكيف، الحد من التلوث، الحفاظ على التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات. وبهدف الحفاظ على النزاهة في كل ما نقوم به، نعمل مع فريق عامل ومع فرق أخرى بما في ذلك فرق تابعة للأمم المتحدة من أجل الدفع بمستوى الامتثال مع هذه التوصيات الجديدة، حتى نكون حريصين على التعامل بشكل فعال مع ما يسمى بجرين ووشنج أو تلميع صورة الشركات انطلاقا من منظار بيئي ومن دون أساس ملموس. البلدان الأفريقية والبلدان النامية لا تعاني من هذه الظاهرة، بل تعاني مما يسمى بالجرين اكسكلوجن أو استثناء هذه الدول من المبادرات المناخية والبيئية. رئيس مؤتمر الأطراف في دورته 26 ورئيس مؤتمر الأطراف في دورته 27 اجتمعا وأطلقا مبادرة التمويل من أجل العمل المناخي والعمل التنموي، وليس هناك من ازدواجية ولا تداخل بين هذين المسارين، أي العمل المناخي والعمل التنموي. ونعمل أيضا على جملة من المبادرات الأخرى. عندما قالت رئيسة الوزراء مايا موتلي من بربادوس، عندما تحددت المنظومة المالية العالمية لإجراء الإصلاحات ولكي تكون منظومة التمويل متعددة الأطراف ملائمة للاحتياجات الآنية، سمعنا أيضا البروفيسور ساكس تحدث عن مبادرة مع الأمم المتحدة من أجل تسريع توفير التمويل وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورأينا جملة من المبادرات بما في ذلك مبادرة من فير سونغلي. كيف نفعل كل هذه المبادرات؟ اسمحوا لي أن أتقدم لكم باقتراح. إذا ما قبل سيرضي كثيرين، وإذا ما رفض نأمل أن نسمع باقتراحات أفضل منه. نظرا إلى أنني وصفت المنظومة المالية في العالم بأنها غير فعالة وغير كافية وغير عادلة، ما الذي نطمح إليه؟ هذا التعريف لا يلزم أبطال المناخ الآخرين. ما نحتاج إليه هو أن يكون هناك فترة سمح لعشر سنوات تعتمدها المصارف التنموية متعددة الأطراف، زائد عشر سنوات من التعويضات، وهذا سيعطينا فترة 30 عاما ريثما يبدأ استحقاق استرجاع الديون.
ولذلك أنا أسمي ذلك 1% وصولا إلى اقتراح الدرجة ونصف درجة. أنا لا أرى أموال تأتي من مبلغ 100 مليار دولار، بل أرى أموال تأتي لتسد ثغرات تمويلية أخرى. إذا ما قامت مجموعة 7 ومجموعة 20 والمساهمون في المؤسسات المالية الدولية باعتماد هذا المقترح، سيكون اقتراحا جيدا جدا، خصوصا إذا ما ترافق مع بناء القدرات والمساعدات التقنية. شكرا لكم على التصفيق. لربما قمتم بالحسابات المالية وقارنتم هذه الأرقام بالتمويل بالغ الثمن والكلفة المقترح على البلدان النامية، والاقتراح هنا هو تطبيق هذا النظام الجديد ليس فقط على البلدان النامية ولكن أيضا البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني. تفاجأت أن هناك من يرى أن البلدان الأفريقية هي من البلدان ذات الدخل المتدني. لا، في الواقع هناك بلدان أفريقية تتمتع بتصنيف متوسط وتلك وأخرى تصنيفا أعلى. شكرا على تذكيري بأن الوقت انتهى، الوقت المخصص لي انتهى، ولكن الوقت الذي انتهى ليس وقت الكلام المخصص لي، لكن أيضا الوقت المخصص لنا جميعا كمعنيين بالعمل المناخي لتحقيق ما نصبوا إليه. وأختتم بالملاحظات التالية، وانطلاقا من هذا التجمع اليوم أمل أن يكون المفاوضون استمعوا إلى آرائنا. لا يمكننا أن نتكبد مزيدا من المماطلة، نريد مزيدا من التمويل على مستوى التخفيف وعلى مستوى التكيف، ونحن بحاجة إلى إقرار كامل بأهمية مسألة الخسائر والأضرار، لأننا هو لا يمكننا أن نواصل من دونها. هل العمل المناخي غير كاف وغير فعال؟ نعم، هذا سؤالي. لما علينا أن نقوم بالمزيد؟ أنا على ثقة بأن ما تحقق في الأسبوعين الماضيين من أجل عكس الطريق يعطينا أملا، وهذا الأمل لا يأتي من الزعماء والقادة بل تحديدا من الشباب والأطفال الذين لديهم الحق في الحياة وعيش حياة كريمة. وأنا على ثقة بأنه من خلال التعاون بين الأطراف وردم الهوى بين الجهات غير الحكومية سنحقق التقدم على مستوى المناخ ونحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، وعندئذ نستطيع أن نجعل من العمل المناخي كافيا ومنصفا. وأنا أقول أنفير، وقد العثم المتحدث ويقول أن عدم الإنصاف ما زال في جزء من كلامه. حسنا، يسرني الآن أن أخذ بضع ثوان وليس بضع ساعات أو دقائق كي أقدم صديقا وزميلا ومناصرا وبطلا أمضى معظم حياته يبذل الجهود لتحقيق ما نحاول تحقيقه ونسعى لتحقيقه، وبالرغم من أن لديه بعض الدقائق وبعض الساعات في خدمة العالم حيث يلعب دور المناصر أو البطل المناخي، علما أنه سيكون معنا بأشكال مختلفة وضمن وظائف أخرى ليحرص على أن ما فعله وما استكمله مع مناصرين وأبطال آخرين معه. على ثقة بأن نايجل توبينغ سيواصل الطريق. هو أسميه نايجل السادس لأنه وضع معايير مختلفة مرجع هي يفترض بنايجلات المستقبل أن يتبعه. هو في الواقع بطل رفيع على مستوى في مجال تغير المناخ. يمكنك أن تأتي، لا بأس أكثر، هذه آخر مرة يرى فيها فريق المثل هنا، فريق الأبطال أبطال المناخ. أطلبوا إليهم أن يقفوا، ليس لكي يراكم نايجل يعرفكم، ولكن أريد الآخرين أن يروكم وأن يعترفوا وأن يصفقوا لأعمالكم. الكلمة لنايجل.